السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتي. ناس كتيرة طلبت مني إزاي يعملوا إعلان ممول على الفيسبوك، يعملوا ترويج للمنشورات بتاعتهم. أول حاجة لازم يبقى عندنا بيج على الفيسبوك زي ما انتوا شايفين كده، بننشر عليها بقى وصفاتنا أو حتى شغلنا الخاص على الفيس، مش شرط خالص خاصة بالقنوات. أول حاجة أي بوست كده بيظهر لنا بيجي عنده ترويج المنشور، ده طبعا بيظهر لأدمن الصفحة، بيدخلنا كده من جوه. تمام، بيبقى طبعا ظهر لنا الإحصائيات من جوه، سواء النقر على البوست نفسه أو كام حد اتفاعل معاه وكام حد وصل له البوست نفسه. هنا ممكن تختاروا اللي هي بلا زر دي، انه محدش يبقاش فيه زرار يدوسوا عليه. هنا من جوه الجمهور اللي بنحدده، احنا بنختار البلد اللي احنا عايزينها، ممكن بلد واثنين وتلاتة زي ما انتوا عايزين، وممكن الاهتمامات اللي بيختارها، يعني الناس الحاجات اللي هم مهتمين بيها. وهنا الناس يعني ممكن سيدات فقط او رجال او الاثنين مع بعض، على حسب انت ايه محتوى الاعلان اللي انت عايز توصله للجمهور. هنا اجمالي الميزانية اللي هي سعر الاعلان اللي انت هتعمله، هو بيبدأ من 20 جنيه لأعلى، كل واحد على حسب امكانياته طبعا. مثلا لو 100 جنيه على يوم غير 100 جنيه على 5 ايام، بتفرق طبعا في نسبة الانتشار او الوصول للجمهور اللي انت بتحدده طبعا. زي هنا مثلا لما تعمل 300 على 5 ايام غير لما 300 على 3 ايام، انا بخفض الايام اهو، فنسبة الجمهور بتعلى، نسبة الوصول الجمهور على الفيسبوك بتبقى اعلى من ان هي تتقسم على ايام زي ما انتوا شايفين كده. دي طرق الدفع، يا اما بالفيزا او بفوري. هو المفروض كان فيه فودافون كاش بس تقريبا مش متاح حاليا. بنحط المبلغ اللي احنا هنعمل بيه الاعلان، مثلا 200 جنيه تقريبا او كل واحد على حسب ميزانيته. بعتذر النت بس صعب شوية. وبعد كده بيظهر لنا الاحصائيات من اللي احنا هنشحن بيها، ودينا تاريخ صلاحية نقدر نستعمل الكلام ده، المبلغ ده بس كده. يا رب اكون قدرت افيدكم، ما كنتش طولت عليكم في الفيديو. اتمنى تعملوا لي لايك لو عجبكم، وتشتركوا وتفعلوا الجرس لو حابين تشوفوا باقي فيديوهاتنا. السلام عليكم.